اميغوس، مرحبا واهلا فيكم بقناة ميرا. سو يا جماعة، زي ما قريتوا اليوم راح احكي لكم فيها عن البكالوريا. الفيديو هذا راح يكون شوي هيك مؤثر ومميز بالنسبة لي، بخص البكالوريا او تجربتي الشخصية مع البكالوريا. في اشياء ما بتعرفوها عني صارت معي في هاي السنة، فان شاء الله راح تطلعوا من هالفيديو كتير كتير مستفادين. سو اذا كنتوا اول مرة بتشوفوني، اهلا فيكم في القناة، انا اسمي ميرا. اشتركوا بالقناة بالضغط على زر السبسكرايب الاحمر اسفل هذا الفيديو، ولايك سو لايك لهالفيديو. واذا حبيتوا الفيديو بليز لا تبخلوا علي انكم تشاركوه مع رفقاتكم مشان انه الفايدة تعم. وكمان ترقبوا الفيديو الجاي اللي راح يكون مرتبط بهالفيديو هاد، راح احكي لكم فيه عن الدراسة في الاوضاع الحالية. بعرف لغيت كثير بس لازم احكي لكم كمان عن هالموضوع هاد. انا راح اسوي ان شاء الله بعد ما انزل هذا الفيديو بكم ساعة بث مباشر على الانستغرام تبعي، راح اخذ فيه اسئلتكم اللي لسه في بالكم عن البكالوريا. راح اسوي هناك بث بعد 3 ساعات من تنزيل هذا الفيديو، فكونوا متأكدين انكم موجودين هناك. وهلأ يلا نبلش بالفيديو. اول شي رح احكي لكم فيه عن اخطائي في البكالوريا. خلينا نبلش من البداية. انا بلش المذاكرة البكالوريا في الصيف. هل عن جد الساعات الخصوصية مهمة في الصيف؟ بصراحة يا جماعة ما كانت ابدا مفيدة، وما بحس انه انا استفدت منها وقتها، وهالشي بحكيه من تجربة شخصية. خطأ كمان ارتكبته في البكالوريا انه رحت اخترت انه انا بدرس في قسم قوي. قوي كان وقتها اقوى قسم في الدفعة تبعنا، يعني في هديك السنة في البكالوريا تبعنا، وكان كمان اقوى شيء في الولاية تبعنا المدينة تبعنا. فهالشيء كان غلط كبير مني. ليش؟ لانه انا دائما كنت متعودة بالمرتبة الاولى، ففجأة الاقي حالي في مرتبة غير المرتبة الاولى. هي اعطتني دفعة سلبية جدا او طاقة سلبية جدا، اني انه ماني معودة على هالشيء. فلهيك نصيحة اخوية، رجاء اذا انتم متعودين بالتفوق كثير لا تسووا هالشيء في حالكم، لانه البكالوريا كتير كتير محتاجة للنفسية، عن جد كتير محتاجة للنفسية قوية. رح نجي هلا للتعامل مع الضغط النفسي. رح احكي لكم عن سر هلا عني. انا كانت عندي سنة بكالوريا درست فيها الاشهر الاولى بس، ووقفت الدراسة، سويت سنة بيضاء في سنة البكالوريا، وبعدين في السنة الثانية قدمت على البكالوريا. وقتها كانت عندي تراكمات نفسية من سنوات عديدة، وفجأة سوت البوم تبعها في البكالوريا تبعي. رح احكي لكم اولا ليش سويتها السنة البيضاء. كنت مؤثرة بشكل كبير على دراستي وعلى نفسيتي، يعني مثلا اروح اذاكر، ما يعني اذاكر كثير 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 منيح، فجأة اروح للامتحان ما بلاقي ولا شيء في مخي، وهالشيء انا ماني معودة عليه. ظلت علاماتي عم تدهور، وانا عم حاول اني اصلح هالشيء وعاجزه اني اصلحه، خلافا عن انه الدكتور بيكون يشرح في الفصل ومخي بيكون شارد في لا شيء. فقررت وقتها مع عائلتي انه خلاص خليني اوقف هاي السنه واتعالج نفسانيا. فرحت وقتها عند دكتور اللي من تونس، بيعرفوا مستشفى شارنيكول، فهناك كنت بتعالج عند افضل دكتور نفسي. فخصصت سنه كامله عم عالج حالي، او عم عالج صحتي النفسية وصحتي أهم شيء الروحية، يعني كنت كثير كثير متأذية من جوا. وهي كانت الصراحة أسوأ مرحلة في حياتي، وأسوأ سنة مرقت علي حرفيا، لأني كنت عم صارع ذاتي لأنقذ ذاتي، وما كنت بتوقع أنه وقتها في هديك الفترة أنه أنا ممكن أطلع منها. لهيك أنا دايما لما بجي بنصحكم وبحكي عن البكالوريا بقولكم أنه النفسية شيء كثير 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 مهم. تنصحينا بسنة بيضاء؟ رح قلكم لا، ابدا ما بنصحكم بسنة بيضاء، لانه تبعات السنة البيضاء اذا انتم مفكرين انه خلاص رح تروحوا للبكالوريا السنة اللي بعدها انتم رح تروحوا مرتاحين، بالعكس انا واجهتني كثير صعوبات، خاصة الصعوبة انه انا شخص كثير كثير متفوق، بلاقي حالي مع عالم اقل مني بسنة عموريا، فهالشي كان كثير صعب علي. فلهيك نصيحتي للي رسبوا في البكالوريا او اللي سووا سنة بيضاء في البكالوريا، اذا هالشي ممكن يأثر على نفسيتكم انتقلوا لمعهد ثاني. وهذا اللي انا سويته حرفيا، انتقلت لمعهد ثاني ما بعرف فيه ولا حدا، وصراحة كانت من افضل السنوات اللي درستها هناك، وكانوا الاساتذة كثير 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 منيحين. ولكن ما بنصح ولا حدا انه يسوي سنة بيضاء. انا قلت لكم انها تراكمات سنوات من لما انا صغيرة، فجأة انطلقت بوم على الحب. الحب بالنسبة لي ممنوع،
هو جريمة بحق أنفسكم، لأنه في هالفترة هي العمرية ما رح تكونوا قادرين تتعاملوا مع انفصال عاطفي. تكونوا عارفين أنكم تفرقوا ما بين حياتكم الدراسية وحياتكم العاطفية، فرح سعادتكم رح تكون مرتبطة بهالشخص بشكل كبير. فإذا هو مثلا تركم في فترة الامتحانات، تخيلوا ففيكي كيف أنت فيك أو فيكي تجتاز الامتحان وتمارسي حياتك بطريقة عادية، فهالشي رح يأثر كثير على نفسيتك. احنا محتاجين كثير كثير لهي النفسية سنة البكالوريا، فرجاء نأجل الحب لبعد البكالوريا. جيتكم الجامعة فيكم تلاقوا حبيب حياتكم او حبيبة حياتكم. انا بالنسبة لي الحب في هاي الفترة يساوي فشل دراسي. باستا. تذاكر كل المواد العلمية كلهم في يوم واحد، هالشي غلط غلط كبير، خاصة أنا بحكي هون في فترة المراجعة اللي رح تذاكروا فيها، مثلا يعطوكم شهر أو 15 يوم للمذاكرة. أنا ما بتذكر، بس إنه هاي الفترة المواد الأدبية رح تذاكروها في الصباح، والمواد العلمية رح تكون في الفترات اللي هي بعد الظهر العصر، يعني على حسب وقتكم. ثاني شيء، لا رح تكفي انك تغلق هاي المادة او تغلق هاي مثلا اليوم رح اذاكر فرنسي، مع الفرنسي انا رح اذاكر مثلا مادة الاحياء. هيك انتو بتضمنوا حالكم انكم اغلقتوا كل المواد بطريقة كتير كتير بيرفكت، افضل من انك تشتت حالك ما بين هاي المادة وهاي المادة وهاي المادة. طلاب عم يتشكوا انهم مثلا ما بيكفوا الامتحان في الوقت المناسب او تركوا سؤال او سؤالين، وبالصراحة بستغرب. الوقت في البكالوريا اكثر من كيف انك انت تحل كل الاسئلة وكمان تراجعهم، فلهيك من هلا نبلش التدرب مع السباق مع الوقت. رح نحط حالنا ونجهز غرفة كأنه احنا في وضع امتحان، ورح نعطي لحالنا ساعتين، ولازم تتدربوا على الشيء اكثر من مرة حتى تتمكنوا. انه مثلا بيشوفوا البكالوريات السنوات تبع الماضية، الاختبارات تبع السنة الماضية، هالشاب الترهاد نزل السنة الماضية فأكيد ما رح ينزل هالسنة، او بيقول لك انه هالموضوع هذا ما نزل السنة الماضية فرح اكيد ينزلنا هاي السنة. هالشي ابدا ابدا مش صح، لازمكم تغلقوا كل الشابيترز، لازمكم تذاكروا كل شيء على قد ما فيكم، لانه ما بتعرف شو الفصل اللي ممكن يجيك في الاختبار. بديكم المسودة تستعملوها كرؤوس أقلام فقط، أو أنكم تحسبوا عملية حسابية مثلا بنقول أنه إحنا رح نمتحن الفلسفة، فاقرأ الموضوع، كل الأفكار اللي تجي على بالك على الموضوع هداك اكتبها رؤوس أقلام على المسودة، وبعدين تصفي أفكارك، وبعدين خلص بكفي هون انتهت مصلحة المسودة، نبلش نكتب على الورقة عشان نربح الوقت. البكالوريا اللي هي تبع السنة البيضاء، وما بدي اي حدا يقع فيها الشيء الاخطاء تبعي، كنت بعتمد على الحماس. قلتلكم انا في الفترة هاي كنت نفسيتي كانت كتير متدمرة حرفيا، يعني انا ما عدت انا، يعني كأنا شخصية ثانية انا اصلا ما بعرفها، عكس شخصيتي اللي بتشوفوها هلا. وقتها كنت عم دور على اي شيء حسسني بالحماس. بينما البكالوريا اعزائي هي ليست حماس او موتيفيشن، البكالوريا هي استمرارية مشان تضمن انك انت تنجح، مشان تضمن انك انت تاخذ اعلى النقاط. لازم في استمرارية، لازم كل يوم في عدد ساعات معينة انت بتذاكرها. فانا وقتها كنت عم بعتمد اشوف فيديوهات تحفيز وسادمر الكون وما بعرفش ايش، بس عشان تعطيني هذيك الشحنة اللي اصلا الشحنة هذيك هيك فجأة تسوي زي البومب الكبيرة، وبس بخصة قدرة خليك ولا شيء. بتطنش المواد الاقل الضوارب تبعها اقل، خلينا نحكي احنا مثلا كانت اقل الضوارب في المواد الادبيه. من الاخر وعلى الاخر كل المواد مهمه، زي ما بتخصص كثير وقت للرياضيات خصص كمان ساعه على الاقل لماده ادبيه. اول نصيحه، خلي عندك هدف من هاي السنه، وعلق الهدف تبعك وخليه دائما قدامك، سواء ان هالشي كان متعلق بعدد معين بدك تجيبه مثلا في البكالوريا، باسم جامعة معينة، سواء كان يتعلق بمهنة معينة، فعلق هدفك قدامك عشان دايما يذكرك. خلينا نرجع لنقطة الاستمرارية، لانه دايما الطموح او الهدف يعطينا الرغبة في هديك الاستمرارية.
يعني ورقة عادية جدا بكتب فيها التعريفات اللي انا مثلا لازم احفظهم كثير مهمين وبعلقهم على الحائط، فكل ما بفوت للغرف برشحهم مص. الشيء الثاني اللي كلنا نعتمده في المذاكرة هي الملخصات، ولما تلخصوا استعملوا فلاش كاردز. مثلا بكتب اسم الفصل وبعدين بكتب العناوين الرئيسية، وعلى كل عنوان بسوي تلخيص معين، تلخيص يكون كثير قصير، وعن طريق هاي الملخصات اقوم بالحفظ. لازمنا نخصص يا جماعة يوم خاص بالحفظ والمراجعة لكل أسبوع، ليش؟ عشان ما ننسى، خاصة المواد الأدبية، مثلا عندكم فرنسية، إنجليزية، فلسفة، ما بعرفش، تاريخ وجغرافيا، تربية إسلامية. ومن المحبذ أنه الحفظ تبعكم بيكون في الصباح، لأنه الصراحة المخ يكون كثير فريش. بعدها ضروري جدا انه يكون عندكم summary تبع قواعد، كل فصل راح تكتبوا فيها كل القواعد اللي موجودة في هذاك الدرس. وهون عم نحكي عن فيزياء، عم نحكي عن كيمياء، ما بعرف، رياضيات وغيرها. كيف نحفظ هدول القواعد؟ اول شيء تقرأوا هدول القواعد، مع كل قاعدة تكتبوها حاولوا انكم تكتبوا example لهذيك القاعدة، يعني كيف فينا نطبق هذيك القاعدة في example بسيط. رح نحط القواعد قدام عيوننا ورح نبلش بحل سلسلة التمارين. فاذا انتم تعودتوا كثير على استعمال هدول الطرق فرح يتسجلوا في مخكم لانكم طبقتوهم كثير في كثير تمارينات. النقطة اللي بعدها انه رح ناخذ هدول القواعد ورح نعلقهم على الحائط تبعنا عشان كل مرة نطلع فيهم لحتى نتمكن من حفظهم حفظ تام، حفظ متخزن في الذاكرة مستحيل انه نقدر ننساهم. واهم شيء وانا بقولكم والله عن تجربة كثير شخصية، مع كثرة التمرينات قواعد تتسجل اوتوماتيكلي بشكل يعني طبيعي جدا في المخ. او طريقه ممكن بعطيكم اياها هي نصيحه انا اوريدي كثير حكيت عنها في الفيديو تبعي، اللي هي طريقه البومودورو. اغلبيتنا نمل كثير من المذاكره وما بيكون عنا نفس طويل في المذاكره، واذا انت كنت من النوع اللي يفقد تركيزه بشكل كبير فبنصحك بطريقه البومودورو اللي تعتمد على 25 دقيقه مذاكره مع 5 دقائق راحه. انا شخصيا يعني لما تكون 25 دقيقه بيكون بالنسبه لي وقت كثير ضئيل، بكون كثير متحمسه للمذاكره واخلص 25 دقيقه بس عشان ارتاح هذوك الخمسه دقائق. يعني فيك ات till you make it، يعني مثلا قول لعقلك او اقنع عقلك انه انا بس اخلص هاي ال 25 دقيقه مش راح اذاكر ولا حرف، مشان انك تخلص بعدين خذ الخمس دقائق راحه وارجع ذاكر لحتى تخلص ان شاء الله كل شيء عندك. رجاء خذوا مني واسمعوا كلامي، لا تتوتروا ولا تحطوا اي توقعات، مارسوا حياتكم بشكل كثير كثير طبيعي. زي ما تشوفوا الفتره هي كثير مفتوحه، ممكن الازمه تستمر لاشهر معنا، زي ما ممكن تستمر الازمه لاسبوعين بالكثير، فما بنعرف شو ممكن يصير، ممكن الوضع يرجع طبيعي باي وقت. ورجاء تفكروا في فكره سنه بيضاء، انت تذكروا اوضاع الثورات العربيه، كل هدوك العالم او كل هدوك الدول اللي تعرضوا لثورات ربيع عربي كلهم بالنهايه امتحنوا امتحان البكالوريا ومارسوا حياتهم بشكل طبيعي، فلهيك لكم ما تحطوا ولو 1% فكرة انه ممكن تصير سنة بيضاء، مارسوا حياتكم. اولا عشان نتفادى ستريس، ثانيا عشان دايما نضل نذاكر وابديت مع المذاكرة ونكون كتير متجهزين للامتحان النهائي. وتابعوني على الانستغرام عشان انه انا ارد على كل تساؤلاتكم. وهلا بقلكم ديروا بالكم على حالكم واحلامكم وقلوبكم، نلتقي ان شاء الله في الفيديو القادم. ارمونيا بيبي، سلاماتي.